قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. اليوم ذكرى النصر وبداية التمكين بعد أن أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالخروج والهجرة من مكة للمدينة فرارا بدينه وعملا على تأسيس دولة الإسلام هو وكل اللي كانوا معاه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. رحلة الهجرة ما كانتش رحلة سهلة ولا نزهة. الهجرة كانت عمل لا يقل صعوبة أبدا عن الجري والقتال. الهجرة كانت بمثابة التنازل عن كل شيء من مال وأهل وتجارة مقابل النجاة بالدين وتغيير بلد اتعودت عليها والذهاب لمكان جديد وبداية حياة جديدة غير معروفة الملامح. صحيح. صحابة رسول الله عليه الصلاة وعليهم أتم الصلوات والتسليم ضحوا بكل ما هو غالي وثمين مقابل صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة تركوا مكة أحب بلاد الأرض إلى قلوبهم وراحوا للمدينة وهم عارفين إن هم هيواجهوا هناك الفقر والجوع في سبيل الإسلام وفي سبيل نصرته. والحدث الهجرة أبطال كتير، أولهم سيدنا أبو بكر الصديق الصاحب ورفيق النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب الفدائي اللي ضحى بحياته ونام في سريره وقت خروج النبي عليه الصلاة والسلام، ده غير سيدنا صهيب الرومي اللي نزلت فيه آية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد في سورة البقرة. يعني بيبيع نفسه لله عز وجل بعد ما دل المشركين على ماله مقابل تركه أنه يهاجر في سبيل الله، فاستقبله النبي قائلا: ربح البيع أبا يحيى. ومنهم سيدنا عمر بن الخطاب واللي هاجر متوشحا بسيفه لا يهاب أحد وهاجر جهارا نهارا ولم يجرؤ أحد من المشركين إطلاقا على اعتراضه. ونماذج كتيرة جدا ممكن نتكلم عنها للصبح في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة. صحيح. الهجرة ما كانتش مجرد حدث انتقل فيه المسلمين من بلد للتانية وخلاص، الهجرة كانت حدث تاريخي عظيم انتقل فيه المسلمين من مرحلة لمرحلة تانية خالص، من مرحلة الضعف لمرحلة القوة، ومن مرحلة اللا دولة لمرحلة الدولة، ومن مرحلة رد الفعل لمرحلة الفعل. كانت مرحلة تالت مرحلة الاستضعاف بيليها على طول مرحلة التمكين. بالظبط. كمان رسمت لينا الطريق لكل مسلم ولكل جماعة هتيجي بعد كده، إن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ما بتقفش على بلد أو مكان، وإن الدعوة لابد ليها من قيادة حكيمة رشيدة قوية تضحي بالغالي والنفيس أولا، بعد كده تطلب من قاعدتها التضحية حتى تكون قدوة وقيادة حقيقية مؤهلة لنصرة الله سبحانه وتعالى ومؤهلة لقيادة السفينة لبر الأمان. صحيح. كمان الهجرة عرفتنا أن طريق الدعوة مش طريق مفروش بالورود، ولكن هو طريق مليان بالابتلاءات حتى يميز الله الخبيث من الطيب، وأن الإخلاص والصدق والتجرد من الدنيا ومن شهواتها هو المعيار الحقيقي للي بيستحق أنه يكون داعية حقيقي إلى الله عز وجل والدعوة دينه. مشاهدينا الكرام، أخيرا أن العبرة ليست بالأسماء وإنما بالمسميات، وليست بالشكل والمظهر وإنما بالمضمون، وليس بالمباني وإنما بالمعاني. شوفوا أهل مكة كانوا من القوة والنفوذ والسلطة، ولكن اختياراتهم لم تكن صحيحة على الإطلاق، فلم ينفعهم كل ده، واستبدلهم الله سبحانه وتعالى بمن آمن من أهل مكة مع أهل المدينة، والذين أسلموا معهم كان معظمهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح. الهجرة ما توقفتش، الهجرة لازالت موجودة وهتفضل موجودة لحد يوم الدين، طول ما في باطل وطول ما الصراع بين الحق والباطل مستمر. لو التزم أهل الحق بمنهجهم وثبتوا عليه وأخلصوا ليه هتبقى ليهم النصر والغلبة والتمكين.